من سلمى من ليبيا، طبعا بنسلم على كل اهل كل ليبيا. المغرب العربي طبعا. حلمت بأبي المتوفي، قال لي أقسم بالله العظيم سوف أأتي وأخذك، وبعد كده حلمت بجدتي المتوفية أيضا، قالت لي بأنني سوف أموت قريبا، وأنا أضحك، وهي يعني هي بتموت بتضحك، وحلمت بزوج أختي المتوفي بأنه دخل علينا وكلنا كنا مع بعض، وقال أنا أريد أن أخذ هذه معايا، يقصدني أنا، وفعلا أخذني معاه. أرجو التفسير. ولا أي حاجة. بص انا هقول لك على حاجه، ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. وسبق قلت لكم قبل كده ان محدش حتى ملك الموت ما يعرفش هيقبض مين بعد 5 دقائق، بيجي له الامر من الله سبحانه وتعالى. فحته ان يقول لها انا اقسم بالله، لا بصي اي حاجه فيها قسم اصلا فهو على طول من الشيطان. طب ليه هي ليه بتشوفهم طول الوقت؟ بصي هي قلقانه، وبعدين الساعه مش قال عليها ربنا الساعه قريبه؟ فهي كلنا هنموت، مين فينا مش هيموت؟ ومين فينا مش هيجي اهله من الدار الحق يستقبلوه؟ صح؟ فده امر طبيعي، لكن هي ما تشغلش بالها، لاني بصي مترتب على بعضه، والشيطان عرف نقطه ضعفها اللي بتخوفها ابتدى يخش لها منها. طب انت بتخافي من الاموات؟ طب انت خايفه من الموت؟ طب انا هاجي لك في هيئه فلان، هاجي لك في هيئه علان كده. طب تعمل ايه بقى عشان مثلا تبطل الاحلام دي؟ اطردي الافكار دي من دماغك، ما تخليش الشيطان تتقرب من ربنا يتغلب عليكي. ده كده ده كده قدر عليك لدرجه ان هو ادخلك في حاله من نفسيه مش كويسه. اهم حاجه ان انت يعني بصي، احنا اعمل لاخرتك كانك تموت غدا، واعمل لدنياك كانك تعيش الدهر. اعملي اللي عليكي وصلي وصومي واعملي اللي عليكي، والوفاه دي تجينا في اي لحظه يعني. الاعمار بيد الله.